مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من عربود. بحلقه الليله رح نقوم بجوله على ابرز اللي عم بيصير على الساحه الفنيه العربيه والعالميه، ولكن كالعاده رح نبلش مع عناوين فقراتنا. الليله بعربود دور الازياء العالميه بتتنافس لتقديم احدث تشكيله اوت كوتور داخل باريس فاشن ويك. It's the 15th anniversary of my house, my company. So I had to celebrate it. أمير كرارة وياسمين صبري سعداء بالتعاون مع بعض بفيلم البعبع. ست محترفة جدا في شغلها، ست بتعرف تعمل ايه، بتعرف تحافظ على 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 وجودها في الفيلم بشكل يليق بيها بصراحة. هنا الزاهد بتكشف كواليس شخصيتها بفيلم مستر اكس، واحمد فهمي سعيد بالتعاون مع زوجته من جديد. بقول لها متشكر جدا على الفيلم ده، وكانت اضافه كبيره جدا هنا الزاهد للفيلم. هل يهدي سعد رمضان احدث اغنيته لحبيبته السابقه؟ في ناس قالت انه انت لو نسيتها ما بتجي بتعمل غنيه. كاميرا عربود داخل كواليس فيلم اصل الحكايه. ثلاث اخوات ولاد واخت البنت الكبيره، كل واحد منهم عنده شقته خلاص، بس تحس ان هو بيت كبير لان طول الوقت احنا عند بعض. السفير الفرنسي بالجزائر بيكرم الراحله ورده وبيمنح عائلتها وسام شرفي. احلى واصدق التكريم هو ابتسامه الناس. قدم دور الازياء العالميه خلال باريس فاشن ويك مجموعه من احدث تشكيلاتهم المميزه للأوت كوتور خريف وشتاء 2023-2024 مثل سكاباريلي، ديار وغيرهم، وحرص مجموعة من النجوم والنجمات على التواجد بالفرونت رو. الإعلامي بلال العربي كان متواجد بباريس لينقلنا أجواء العروض وأحدث التشكيلات. She gave us such a strong emotion. هي معمولة بتام under my skin. الإيحاء تبع هالكولكشن كتير فيها حلم. ما بين الفن والأمل والجسد الأنثوي، تنوعت موضوعات تشكيلات الكوتور الخاصة بموسم خريف شتاء 2024، واللي عرضت ضمن فعاليات باريس فاشن ويك، واللي انطلقت مع عرض دار سكابيريلي يلي أخذنا من خلاله دانييل روزبري إلى عالم العجائب، حيث ضمت تشكيلة الموسم 30 إطلالة لم يكونوا مثل أي قطعة أزياء اعتيادية، فكانوا بمثابة لوحة فنية. وتنوعت الألوان ما بين الأسود والأبيض والكلين بلو يلي ابتكره الفنان الفرنسي إيف كلين. يذكر أنه عرض سكابيريلي شهد حضور عدد من المشاهير أبرزهم كاردي بي وسابرينا ألبا، إلى جانب كيارا فرغاني وفليبين لروا بريو. والبساطة كانت شعار دار ديور لهالموسم، حيث اختارت ماريا غراتيا كيوري أن تستوحيها من ثقافتي الحضارتين الرومانية والإغريقية. لذلك كان هناك تواجد واسع للقطع البيضاء يلي جاءت مع الكيبس والكاتس المختلفة. وأكثر ما ميز هذه التشكيلة كانت التطريزات الدقيقة يلي وصلت ساعات العمل عليها إلى 480 ألف ساعة. وشهد فرونت رو العرض حضور عدد من سفراء وأصدقاء الدار مثل ناتالي بورتمان وألكساندرا داداريو، بالإضافة إلى سونام كابور وأرايا هارغيت. ومن داخل أوبرا غارنييه كرم المصمم الفرنسي ستيفان رولان السوبرانو الراحلة ماريا كالاس من خلال تشكيلته لها الموسم يلي ضمت 31 دراماتيك جاون،
وحضر العرض عدد من النجمات أبرزهم يسرى وغادة عبد الرازق وكاميلا كابيو. It's very very special because there is different stories in one story. First of all, it's the 100th anniversary of the birth of Maria Callas, the diva of the opera, and she gave us such a strong emotion that we want to continue and to make this moment like a rebirth. Mm-hmm. And so this is the first story. Okay. The second story is the 15th anniversary of my house, my company. So I had to celebrate it. وكان هناك مشاركة عربية واسعة هالموسم بحضور المصممين العرب مثل دار جورج حبيقة يلي أحب أن يرسل رسالة أمل وتفاؤل من خلال تشكيلة أنغاف الحالمة يلي افتتحت بفستان زفاف مميز. لنستكمل مع السوفت كولرز باليت جاونز يلي زين عدد منها بالريش. وكانت الممثلة الصينية فان بينغ بينغ مفاجأة العرض بعد ما صارت على الرانواي ببيج جاون. وكنا على موعد مع دار توني وارد أيضاً وتشكيلته Under My Skin يلي تميزت بالسيلوات الخاصة بها وألوانها الصاخبة يلي تعكس جمال المرأة. هي معمولة بتام Under My Skin، كيف فيك تفوت تحت جلد حدا، كيف فيك تقدر تتفهمه، تشوف العقد اللي فيه وتعملها ديفلوبمان على طريقتك. وأخيراً قدم إلي صعب تشكيلته لموسم خريف شتاء 2024 يلي أخذنا من خلاله إلى عالم الفيري تيلز الحالم. هالمرة حبيت أنه إذا بدك روح أكتر انتلكتويل شوي، سبكتاكولار شوي، أنه حسيت هالمساحة تبع الإيحاء تبع هالكولكشن كتير فيها حلم. بعد مرور 11 عام على رحيل الفنانة الأديرة وردة الجزائرية، قام السفير الفرنسي بالجزائر بتكريم الراحلة ومنح عائلتها وسام شرفي تقديراً لمشوارها الغنائي والفني الكبير. استلم الوسام ابن رياض يلي عبر لنا عن مدى سعادته بهالتكريم ويلي يعتبر دليل انه كل العالم ما زال بحب وردة وبقدرها وبيتذكرها لغاية اليوم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، بتونس بيك وانت معايا. احنا مجتمعين اليوم في منزل سفير فرنسا في الجزائر للاحتفاء بذكرى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. أنا دايما نقول بالنسبة لي أصدق التكريم هو ابتسامة الناس، كي يجيبوا سيرة الوالدة، كي يجيبوا سيرة وردة، دايما نلقى ابتسامة على وجوه الناس. وردة كانت une grande artiste algérienne avait évidemment un lien particulier avec la France puisqu'elle était née à Paris et qu'elle était toujours restée attachée à sa ville natale tout en ayant évidemment été une très grande musicienne, très grande interprète internationalement reconnue. Mais elle était évidemment avant tout algérienne et vouait un grand amour à son pays. Warda, يعني اسمها Warda الجزائرية, la rose des Algériens, كما قلت على العالم قاع. الله يبارك. احنا كجزائريين يعني وردة جزائرية نعتبروها أيقونة. يعني هي من هذاك النوع النادر من الفنانين اللي في مسيرته يعمل أعمال فنية لا يؤثر فيها الزمان ولا الوقت، يعني يعملوا أعمال أبدية، وهذا النوع من الفنانين غالبا هو الأكبر طبعا ونادر جدا. حبايب حبايب الحب في ناداي. مستحيل اختصار وردة الجزائرية في أغنية أو في عمل، لكن في بعض مجموعة من الأعمال اللي
تمثل فترات مختلفة من فترات حياة وردة الفنية، خصوصا أغاني يعني اللي تعملت في 20 سنة الأخيرة، يعني في الألبوم تاع بتونس بيك وكذا، لأنها أعمال عربية وصلت للعالمية بطريقة يعني تجارية وهي أصعب الطرق. رحنا نقلو سامحنا أيام أيام. بعد الفاصل أمير كرارة وياسمين صبري، إشادات وشكر متبادل خلال العرض الخاص لفيلم البعبع. أحمد فهمي، هنا الزاهد ونجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم مستر أكس. الكيمياء المتبادلة يلي ظهرت بين النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري بتريلر فيلم البعبع انتقلت كمان لأجواء العرض الخاص لافتتاح الفيلم. فأمير وياسمين كانوا سعداء بتعاونهم مع بعض وحكيولنا الكثير من الأسرار والكواليس، وعرفنا كمان تفاصيل أكثر عن أدوارهم وأعمالهم بالفترة اللي جاية. هنشوفوا فيلم مختلف السنة دي، عاملين حاجة كبيرة وفيلم محترم وفيلم يليق بالجمهور اللي بيتفرج علينا وبيليق بيكوا طبعا. إن شاء الله الفيلم يعجب الجمهور ودي أهم حاجة، ونكون يعني خفاف عليكم. أنا بشوفه فيلم بره الكوميدي والأكشن اللي فيه، فيلم إنساني جدا. أنا مبسوط والله قوي، أنا عايز أقول لك إن أنا يعني ما نمتش من امبارح. ما هتستمتعوا بفيلم رائع، فيلم عائلي. بإيرادات وصلت لأكثر من 18 مليون جنيه. احتل فيلم البعبع المركز الثاني متخطياً فيلم تاج بعد ما يقارب من أسبوعين على عرضه، واللي من المتوقع زيادة هذه الإيرادات في الأيام القادمة. سوكا! ازيك يا بابا؟ بابا مين يا؟ بابا انت يا حبيبي. الفيلم بيعود بيه أمير كرارة للسينما بعد غياب 3 سنوات، والمرة دي هي الأولى اللي بيقدم فيها دور كوميدي، واللي ما وقفتش على الفيلم فقط، ولكن كان واضح جداً خلال كواليسهم اللي انتشرت على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، وخاصة بين أمير والطفل مالك يحيى. بعتبره واحد صاحبي بجد، يعني هو راجل عسلية قوي كده بجد بجد. أنا اتعلمت منه كل حاجة حلوة زي الكوميديا الاكشن. ياسمين صبري القعده معاه لطيفه صراحه، هو انسان جميل جدا وراجل محترم و يعني بروفيشنال وبيتعب جدا في شغله، وكلنا الصراحه كان في بينا لطف كده الحمد لله رب العالمين. ياسمين صبري دي من احلى واطيب واجمل بني ادمين اتعاملت معاهم في حياتي في الشغلانه دي بصراحه. ست محترفه جدا في شغلها، ست بتعرف تعمل ايه، بتعرف تحافظ على 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 وجودها في الفيلم بشكل يليق بيها بصراحه. يعني دي انا وهو مش اول مره نشتغل مع بعض، ولا اول مره انا وياسمين برضو. الحقيقه هو بجد فنان محترف بمعنى الكلمه، منضبط جدا. استاذ امير سهل عليا حاجات كتير قوي، في مشهد كنت بعيط فيه فما عرفتش يعني عشان كنت اول مره اعيط، بس سهله عليا قوي قوي. في كام يا رب يعني اكملها على خير. انا وامير وحسين المنباوي. وبتدور احداث الفيلم في اطار اكشن كوميدي،
حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأن لديه طفلين، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربوا سويا. هي بنت من طبقة متوسطة، بنت مكافحة. الفكرة كلها اللي بتضحك في الفيلم ان الصدفة، يعني ان هي اتبهدلت مع أمير في الأحداث. هو مجرم بيخوف، اسمه سلطان البعبع، دي شهرته. احنا المفروض انه احنا كلنا بنجري ورا بعض. شرير كالعاده، يعني هادي بايه؟ يعني اكيد مش هقلد الجامبر بيه، يعني انا عامل الشرير اللي بيطارد امير كرارة انا والاستاذ باسم صبري. هو اسمه سوكا. يا رب بس الناس تخش كده ويعجبها الموضوع. انا بنت استاذ امير. شخصيه فيها تحولات، شخصيه جديده بالنسبه لي، عجبتني قوي. حلوين وما فيش زينا جامدين، يحمينا من العين، خلي بوش يكفينا شر الحاسدين. على مين تقوجا يا بابا؟ على مين؟ اول ما نحب على الدنيا نحب الجبيت ملا ملايين. المنافسه مش عيد الاضحى بس، هو في كل وقت المنافسه كويسه، واحنا الحمد لله نجوم كلهم كبار. صعبه ونجوم كبار قوي وافلام كبيره جدا وافلام حلوه قوي كلها. صعبه جدا، يعني اربع افلام لنجوم كبار. يا رب بس الفيلم يعجب الناس. انا ببقى بالنسبه لي ده في حد ذاته مش موضوع مين اول وتاني. انا مش مع حكايه المنافسه دي، يعني دي ارزاق، ربنا بيكرم كل واحد على حسب اجتهاده. وقبل ما نختم معاهم لقائنا، حبت هند زوجة امير قرارة وابنه انهم يوجهوا له رساله. امير سكر، مش دمه خفيف. امير دمه خفيف جدا جدا، بس هو ما بيبانش لانه ولا مره جاله عمل يبين فيه خفه دمه، فان شاء الله المره دي هيكسر الدنيا. ان شاء الله الفيلم يطلع احسن فيلم في العيد، وان شاء الله ينجح. انا بحبك قوي يا بابا. يا بالتناحه اللي انت فيها دي. بعدنا مكملين مع افلام العيد، ولكن هالمره مع فيلم مستر اكس، يلي كانت اجواء العرض الخاص فيه مليئه بالحب والدعم بين النجم احمد فهمي والنجمه هنا الزاهد، وهالشي كشفوا لنا عنه وخبرونا عن اجواء الكواليس بيناتهم. وانت عايز مني ايه بالظبط؟ ها اكمل ام كلامي ولا غور في داهيه؟ لا غور في داهيه. تعرف انت بتكلم مين؟ بلغت كريستيانو مثلا وميسي. بلغت كريستيانو وميسي. صحيح هي اكس احمد فهمي في الفيلم، لكنهم في الحقيقه ما زال الحب يسيطر على علاقتهم. بقولها متشكر جدا على الفيلم ده، وكانت اضافه كبيره جدا هنا الزاهد للفيلم. انا انبسطت قوي بالشغل مع احمد فهمي. اكيد بكده نفوا الثنائي اي اشاعات عن وجود مشاكل بينهم، بل وعبروا كمان عن امتنانهم بالشغل على فيلم مستر اكس. هنا محترفه جدا وممثله شاطره جدا، وما بنتعاملش حتى في اللوكيشن بعشم، لا هي بتشتغل كبطله الفيلم باحتراف. ممثله شاطره، وبالذات حتى في الحاجات الكوميدي كمان هي عندها السنس، تعرف تقول الفيه كويس. عايزه اقول ان كواليس العمل كانت فوق الرائعه، اتبسطت جدا بالشغل مع احمد ومع احمد عبد الوهاب ومع الحاج احمد. الكواليس الممتعه هي اكتر نقطه اشاد بيها نجوم فيلم مستر اكس في العرض الخاص، وكلهم عبروا عن سعادتهم بهذه التجربه. انا حبيت الفيلم من وقت ما قريته، كواليس الفيلم كانت من احلى الكواليس اللي عشتها في حياتي. بالعكس ده انا كمان يعني عايزه اقول لك ان انا اخر يوم في التصوير كنت متضايقه جدا ان احنا خلصنا، وكلنا كنا متضايقين. النهارده من احلى الايام بقى، لان هنتقابل تاني كلنا. كواليس حلوه جدا جدا، يعني احنا كلنا اخوات وصحاب، والفيلم ده كمان كواليسه ممتعه جدا لانه فيه سفر كتير، فالسفر ده بيخلي الناس تقرب من بعض اكتر. يعني انا كلهم صحابي، فهمي وهنا واسقس وعم بيومي بس احنا بجد في السفر في ذكريات كتير قوي جدا مش هننساها بجد في الفيلم ده، لانه الفيلم يعني عايز اقول لك انا عم احمد السبكي كنت بحبه جدا، بقيت بحبه اضعاف مضاعفه لانه في السفر ابويا بقى معايا، فاهمه؟ مش منتج الفيلم. والله اللي حمسني الدور لمستر اكس طبعا المجموعه الرائعه اللي موجوده في الفيلم. احنا معانا ناس كتير جدا كلهم من ابطال الكوميديا، وانا سعيد ان انا موجود في وسطهم ولو بجزء صغير. الورق كان مكتوب بشكل كوميدي جدا، كنا مبسوطين جدا واحنا بنضحك واحنا بنقرا من المواقف اللي مكتوبه، فالحمد لله الحمد لله الواحد متواجد فيلم زي دوت. باذن الله ان شاء الله نكون قدرنا نترجم الورق للمشاهد بحيث هو كمان يبسط ويضحك. بالفعل الفيلم نال اعجاب الجمهور وحقق 8.5 مليون جنيه ايرادات في ايام عيد الاضحى، وعشان كده عرفنا من احمد فهمي عن تحضيره للفيلم من اكتر من سنه. الفكره من اصلها من مجرد ما فادي جالي هو وسويلم كانوا عاملين الفكره، مجرد ما سمعتها قلت له هو ده الفيلم اللي جاي على طول، رغم اني كنت بحضر حاجه تانية وقفتها واشتغلت على ده. وبعدين بدانا بقى البروسيس نفسه، المؤلفين بداوا يشتغلوا، وبعد كده عبد الوهاب انضم
والحاج احمد السبكي. انا اصلا اوريدي كنت يعني ماضي مع الفيلم من قبل ما نحدد الحدوته. كانت فكره فادي ابو سعود عرضها عليا احمد فهمي. ابتديت اكتب الكاركترز والقصه ودرافت كده اولاني للفيلم كمعالجه دراميه لي، وبس يعني ابتدينا نشتغل على فكره مستر اكس يعني. واخيرا كشفوا لنا احمد فهمي والسيناريست امان التونسي عن تحضير اعمال مستنيينها. هحول مسلسل الرجل العناب لفيلم، يعني مش هحوله الفيلم، انت هتعمل فيلم بتريتمنت جديده ومضيت اوريدي مع الحاج احمد السبكي، واحنا ماضيين فيلمين فبنفاضل دلوقتي بين اني سكريبت اجهز عشان نخش بيها جزء تاني من فيلم قصه حب ومسلسل ويش ليست مع انتاج كريم ابو ذكري مع استاذ شريف منير. دي حياتي ليه مغناطيس لناس غريبه بعد الفاصل كاميرا عرب وود داخل كواليس فيلم أصل الحكاية. سعد رمضان يتأقلم مع فراق حبيبته. سعد رمضان كان من بين ضيوف برنامج بلا تصنيف يلي يعرض على شاشة الـ LBC وبتقدمه جريس يلي بتحرص دايماً أنه يتعرف الجمهور على الشخصية الحقيقية للنجم بعيداً عن أضواء الشهرة. كاميرا عرب وود زارتهم بلوكيشن تصوير الحلقة ورصدت الأجواء الحلوة، وكانت فرصة لنبارك لسعد على نجاح أحدث أغنيته نسيتك والله يلي اعتقد الجمهور إنها موجهة لحبيبته السابقة. بودكاست وذ تويست. قلت له دغري دغري. إن شاء الله تكون الحلقة هيك حلوة. تجارب كتير مختلفة عاشها الفنان سعد رمضان، وحب إنه يشارك جمهوره فيها من خلال هاللقاء العفوي ببرنامج جريس بلا تصنيف. بودكاست وذ تويست. يعني احنا جربنا نحافظ قد ما فينا على مفهوم البودكاست العام، بس عملنا هيك بطريقه شيء بيشبهنا، بيشبه المشاهير يلي معنا وبيشبه الالبسه الفضائيه. عم نتعرف، مش رح اقول لك على الضيف بوجه اخر لا، بس عاده نحن الضيوف بنشوفهم قاعدين مزبطين، عم بيحكوا مزبوط، كل شيء بوزيتيف. معنا رح تشوفون عم بيحكوا بشفافية. هالتصنيفات اللي من قال عليه يا بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية. نوع تبع هيدا البروجرامات أنا كتير بحبه وكتير بيهواني. يعني أنا حدا مش بحب دايما احكي بس قصة موسيقى وكذا، بحب كتير احكي عن تجارب الحياة، حدا الى حد ما انفلونسر يعني بقدر بيأثر بالعالم، بحب دايما اعطي من تجربتي، انا تجربتي بالفن، تجربتي بكل شيء يعني. وما فينا نلتقي بسعد من دون ما نحكي عن اخر اغاني نسيتك والله، ويلي بمجرد طرحها بالاسواق تخطت 2 مليون مشاهدة. نسيتك والله هي كلمات والحان نبيل خوري وتوزيع جورج قسيس. هالعمل بالنسبة لي بحسه متكامل إلى حد ما، يعني بحكيكي من وجهة نظري أنا، اشتغلناه من كل قلبنا، كل حدا بيشتغل بهيدي الأغنية مستمتع بالشغل فيها بشكل كتير كبير، ويمكن هيدي الأغنية وقت قصير وصلت للناس اللي قدرت تسمعها واللي وصلتها الأغنية حسوها للأغنية، يمكن لأنه أنا حاسسها ولأنه أنا عن جد عم غنيها من كل قلبي، يمكن هيدي غطت على كتير أغاني من اللي بقلبي عم بحكي أنا دغري، ربطتها العالم بالعلاقة اللي أنا مرقت فيها أوريدي. وthis is normal يعني، اسمعوا الغنية ودقوا فيها وشو بتحسوا. في ناس حست أنه لا، في ناس قالت أنه أنت لو نسيتها ما بتجي بتعمل غنية، في ناس قالوا هذا، كل واحد يخدها مثل ما هو بده. نسيتك نسيتك والله وقلبي اتكل على الله.
شوفي انا بقولها دائما وبعد بقولها، ما في شيء بالحياه اسمه بتنسى، خصوصي اذا كانت علاقه كثير حلوه وعلاقه ما فيها لا اذيه ولا مشاكل ولا ولا منا توكسيك يعني مثل ما بيقولوا. تنسي تنسي؟ لا ما بتنسى. كان عندنا فضول كمان نعرف اكثر من سعد باي وقت رح يطلق البومه الجديد. انا صراحه ضد فكره الالبوم هلا، وضد فكره الالبوم مش من هلا، من 6-7 سنين لورا يعني، وعشر سنين كمان بطلنا بوقت الالبوم يعني. هلا عصريا اكثر انه صارت الاغنيه المنفرده هي اكثر، بتلاقي رواج اكثر يعني، وصارت هلا العالم بطلت مثل قبل. اليوم العالم تشتري سدي خلص كامل لأي فنان. اليوم غنيت كتير إشي يعني بالحب مجنون منا بيور ستايل، اللي هي كلمات وألحان فارس كندر يعني، بوجه له تحية كتير كبيرة. من وقت لوقت بحب غير أكيد لشك يعني، ولازم الواحد يغير. وأصلا نسيتك والله إذا بتدقق فيها هي مش بيور 100% ستيلي يعني هو غيرت بس على شيء بالبقلي. لازم الواحد يغير من وقت لوقت، ولازم ما يضل على نفس الستايل. أكيد تجدد، هذا شيء اسمه تجدد يعني. بعد فترة كبيرة من التحضيرات انطلق تصوير فيلم أصل الحكاية من بطولة النجم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، علاء مرسي، والنجمة شيري عادل. كاميرا عربوت كانت متواجدة وقت التصوير، والتقينا بصناع وأبطال العمل. نورنا في كواليس أصل الحكاية. الممثل ده قوي لو سمحت، بحبه جدا وهيقعد ناس كتير في بيوتنا. في إطار اجتماعي تشويقي حول عائلة يعاني بعض من أفرادها مشكلة معينة، بيستمر نجوم فيلم أصل الحكاية تصوير مشاهدهم داخل أحد الاستديوهات. احنا عائلة أسرة، فكل الناس شغالة في وقت واحد مع بعض طول الوقت، ثلاث اخوات ولاد واخت البنت الكبيرة، كل واحد منهم عنده شقته خلاص، بس تحس ان هو بيت كبير لان طول الوقت احنا عند بعض، يا هم عندي انا عندهم يا اما عند كذا يعني، طول الوقت ده بيتم يعني. بابايا استاذ بيومي فؤاد حبيبي، وعمي استاذ خالد الصاوي، وعمتي مدام هالة فاخر، وعمي التاني استاذ علاء مرسي، ولاد عمي بقى رانيا شاهين ومحمود حافظ وكريم عفيفي. مفيش فكرة شرير وطيب، هو دراما اجتماعية في شكل لايت كوميدي، بتشوف فيها العيلة دي وتعاملهم مع الحياة وكده. اهو المنتج اهو يا جماعة، وده النجم الجميل الأستاذ العظيم الفنان القدير الأستاذ محمود حافظ. قلنا مثلا كواليسك مع المنتج طريقه يعني. التعاون معنوي مادي شادل، اللي هم اللي بيدوروا علينا، واهم حاجه التعاون المادي يعني. والله بامانه اقسم بالله هم اللي بيدوروا علينا يعني. شكات وصلت لا يعني معايد علينا. انا على فكره واخد اجري كامل قبل ما اشتغل. انت كده بقى فين ليه عليا صوت؟ فما الفيلم من تاليف واخراج محمد امين، وده العامل الرئيسي والمباشر لهؤلاء النجوم في قبول هذا العمل. لما قالوا لي الفيلم اخراج استاذ محمد امين، دي كانت اول حاجه انا بالنسبه لي لا يعني انا عايزه اشتغل في الفيلم ده. بالنسبه للفيلم عندنا، الفيلم فيه قضايا شائكه ممكن صعب جدا الناس تخاف تقرب منها من العرض او من الكتابه. فلما بيجي لك اسم مخرج كبير او مخرج مهم، انت بتبقى رايح العمل وانت مطمن ان انت شكلك هيطلع ازاي. الفيلم بيضم اكتر من 11 فنان، منهم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، شيري عادل، هالة فاخر، ومحمود حافظ، وغيرهم كتير من النجوم. وده اكيد مش سهل سواء على مستوى الاخراج او الانتاج. اصعب حاجة في الحكاية دي تنسيق المواعيد، لان بيبقى فيه ممثل عنده مسرح بالليل، والممثل بيمثل في فيلم تاني او مسلسل، والممثل عنده سفر للمسرح مثلا بره. فان احنا نقدر نعمل توفيق ما بين ال 11 ممثل، دي كانت صعبه شويه ماليا يعني. لا، بوجود حضراتكم معنا ما تعتبرش مجازفه خالص، بالعكس انا واثق فيكم. الفيلم اخذ وقت كبير في التحضيرات، ولكن بتامل شركه الانتاج عرضه بنهايه هذا العام. لهون بتكون انتهت فقرات عربود لليلة، ويلي كان فيها دور الأزياء العالمية تتنافس لتقديم أحدث تشكيلة أوت كوتور داخل باريس فاشن ويك. It's the 15th anniversary of my house, my company, so I have to celebrate it. أمير كرارة وياسمين صبري سعداء بالتعاون مع بعض بفيلم البعبع.
ست محترفة جدا في شغلها، ست بتعرف تعمل ايه، بتعرف بتعرف تحافظ على 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 وجودها في الفيلم بشكل يليق بيها بصراحة. هنا الزاهد بتكشف كواليس شخصيتها بفيلم مستر اكس، واحمد فهمي سعيد بالتعاون مع زوجته من جديد. بقول لها متشكر جدا على الفيلم ده، وكانت اضافه كبيره جدا هنا الزاهد للفيلم. هل يهدي سعد رمضان احدث اغنيته لحبيبته السابقه؟ في ناس قالت انه انت لو نسيتها ما بتجي بتعمل غنيه. كاميرا عربود داخل كواليس فيلم اصل الحكايه. ثلاث اخوات ولاد واخت البنت الكبيره، كل واحد منهم عنده شقته خلاص، بس تحس ان هو بيت كبير لان طول الوقت احنا عند بعض. السفير الفرنسي بالجزائر بيكرم الراحله ورده وبيمنح عائلتها وسام شرفي. احلى واصدق التكريم هو ابتسامه الناس. انطرونا بعربوت كونكتار، وباي باي.